شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443 هجرية 2022 ميلادية، حيث تم اختيار 3000 حاج من بين أكثر من 17000 مواطن قاموا بتسجيل الطلبات سعيا لأداء فريضة الحج هذا العام. المزيد في التقرير التالي. على هذه الشاشة تجمعت أنظار ما يقارب 17000 مواطن ممن تقدموا بطلبات في قرعة حج الجمعيات الأهلية للتعرف على نتيجتها التي أعلنت من داخل مقر وزارة التضامن الاجتماعي. تقرر تخصيص عدد 3000 حاج لوزارة التضامن الاجتماعي تخصص لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي 20000 تأشيرة حاج، سيتم تنفيذها هذا العام لحجاج جمهورية مصر العربية بواقع نسبة تمثل 25% من عدد التأشيرات السابق تخصيصها عام 2019. الحج هذا العام تكلفته 87000 جنيه مصري، طبعا ده بالإقامة والوجبتين يوميا الفطار والعشاء غير سعر تذكرة الطيران. اشتراطات عدة وضعت لاختيار المتقدمين من بينها عدم أداء الفريضة من قبل، إضافة إلى عدد من الاشتراطات الصحية لضمان أمن وسلامة الحجيج طوال مدة الحج. أحد الشروط اللي هو يقتصر أداء فريضة الحج هذا العام لمن لم يسبق لهم الحج طوال حياته، وهذا الشرط تم وضعه من قبل اللجنة العليا للحج ألا يزيد سن المتقدم عن 65 عام، وطبعا وبيحسب السن في 30/6/2022. يشترط وجود محرم للسيدات أقل من 45 عام ميلاديا، وبيحسب برضو السن في 30/6/2022. لن يسمح للفئات التي تكون أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالعدوى مثل مرضى الأورام في المراحل المتقدمة المرحلة الثالثة والرابعة، ومرضى الفشل الكلوي اللي بيحتاج حالتهم غسيل كلوي، كذلك مرضى التليف الرئة والحالات المتقدمة لأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض النفسية والزهايمر. ودي اللي مفروض يعني برضو زمايلنا في المديريات مع الجامعات الأهلية يتأكدوا بخلاف الكشف الطبي. جدير الذكر أنه سيتم تنظيم لقاءات تدريبية وإعداد مسبق قبل السفر لتدريب الحجاج على المناسك بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية. مع إعلان نتيجة حج قرعة الجمعيات الأهلية لم يتبقى على ضيوف الرحمن سوى تسديد الرسوم ومن ثم استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة كشهادة تلقي لقاح فيروس كورونا تمهيدا لبدء تفويج الحجيج بعد شهر من الآن مع الدعوات بحج مبرور وذنب مغفور. من مقر وزارة التضامن الاجتماعي سارة متولي، التلفزيون المصري.